السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وألف خير. اليوم صبحت عليكم بالبرد الزوينين، كنهديها لكل واحدة فيكم كتبغيني. كنسلم عليكم كاملين وكنقول لكم صباحكم زوين. كنتمنى من كل قلبي انكم تدوزوا معايا هذا النهار ديال الضحك والتقشاف. صراحة انا وراجلي صراحة دوزنا هذا النهار ديال الضحك والتقشاف ديال بصح، هو ما لفش يعاوني اول مرة غادي يعاوني. فدونك اليوم غندوزو انا ويا هذا الروتين هذا الصباح، انا غنخليكم معايا. المهم هاد البنات هاد الروتين هذا درتو غير من بعد العيد الحب، كان جابوا لي هاد الورد ديالو في عيد الحب، دونك بغيت نوريهم لكم نتقاسمو معكم في الصباح. المهم هذا النهار الثاني ونهار الثالث، كنت انا باقا شويه مريضه، داكشي علاش غبرت حيت لحقاش بغيت نتنصح شويه ونولي بخير وعاد نحط لي فيديو. وبمناسبه نيت هاد اليوم هاد النهار هذا غنشارك معكم التلفازه ديالنا اللي غادي يلا حن علينا صدى ربي باش نبدلوها. المهم التلفازه هادي جبناها معنا مني كنا ساكنين في باغي، يعني فاش جيت انا اول مره لفرنسا كانت ديجا عند راجلي في الصالون ديالو، يعني كان شاريها قبل ما نجي انا اصلا هنايا لفرنسا. دابا عندي 5 سنين باش انا هنايا، دونك كانت عنده ديجا. وهاد التلفازه ما عرفش ما يعني قدامت بزاف، دابا عندها شي 10 سنين واقيلا باش عندو هيا. دونك بغينا نبدلوها ناخذ شي حاجه اخرى ما احسن، ومن شي حاجه اخرى ما كبر باش نبقاو نتفرجوا داكشي. دونك اليوم حل عندنا صدر بالي، اليوم شرينا التلفازه هذه سيمانه خديناها من لافناك. دابا نتقاسم معكم شنو كيفاش شراها ودار. جو بونس انا واخداها بكريدي شي 10 شهور واقيلا باش خداها. دابا نقول لكم الثمن باش حاخداها بشحال، نتقاسم معكم ان شاء الله كلشي التفاصيل. بون التلفازه هايا، المهم نقينا هادشي كامل صباحين فايقين، اللي مره جايه مشات للخدمه صايبنا حيدنا كاع داك التخربيق اللي كاين حداها وداكشي باش نحطو تلفازه جديده. ومهم هاد التلفازه هادي غادي نديوها لا شومبر. المهم كنت البارح صلحت الحوايج اجي نوريكم لا شومبر. المهم هادشي كلشي مقلوب، كاع داكشي اللي كان عندي هنايا فوق هاد البلاكار هذا حطوا لي راجلي هنايا. المهم الفراش كلشي الدنيا مخربقه. المهم انا غنشارك معكم ان شاء الله كلشي كيفاش غادي نجمع وكيفاش غادي نقاد هادشي. التلفازه الثانيه غادي نحطوها هنا في البيت حيت حنا نيت كانت خاصنا التلفازه هنا في لا شومبر. دونك التلفازه الاخرى غادي نحطوها هنايا، التلفازه القديمه غادي نجيبوها نحطوها هنايا، والتلفازه الجديده باش هكا نبقاو نتفرجوا في لا شومبر. والتلفازه الجديده غادي تكون ان شاء الله هنايا في الصالون. بون التلفازه الجديده دابا راه 10 ونص دابا كيف ما كت. المهم قالوا لنا غادي نجيبوها لكم مع ديك 10 تقريبا، دابا راه فات 10 ونص كيف ما كتشوفوا معايا الساعه. غادي نوجدوا كلشي باش يجيبوها لينا ان شاء الله. وفاش غادي نجيبوها غنتقاسم مع نحاول نتقاسم معكم كلشي ان شاء الله. المهم انا غادي نجمع الدار اليوم. المهم حبوباتي كيف ما شفتوا معايا، المهم اليوم النهار ديال الجميع ديال التخمال، صراحه عندي الروينه 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 ما نعاودش ليكم. المهم كيف ما كتشوفوا كنت في صلحت كنت ديزا صلحت الحوايج. انا ما كنحملش في الصراحه، ما كنحملش راجلي يبقى معايا في الدار من داك النوع اللي فيه شويه نقير، دونك خاصو ينقر واحد شويه اي حاجه ما كيتفقش معايا فيها. انا كنبغي راكم عارفين حنايا المغاربه يعني شويه جميعنا حار، هو يا في شكل يعني جميعو في شكل، خاص داكشي يتمسح غير بكلينيكس بوريقه وداكشي. وانا ما عنديش مع هادشي ما نكذبش عليكم، لو موان دو شوز يعني كنبقاو كنهضروا عليها واحد ربع ساعه كنضيعوا الوقت بزاف، كيبقى يهضر بزاف كيقول لي صافي اش كديري هادي علاش كديري هادي. المهم بغيف المهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنتسناو التلفازه جديده باش تجي. كان الوقت وصل، كنت فاق شويه معطله ماشي 9 ونص تقريبا، يلا فطرت وداكشي يعني ديك 10 عاد ساليس. دونك جمعنا اول حاجه وجمعنا البلاصه ديال التلفازه، نيت انتهز الفرصه انايا نقيت من موراها وداكشي. المهم هنا جمعت تعريق الفوق درتو فحال جمعته وربطته الفوق ما نعرفش ليكم. المهم من بعد تهليت في راسي ما تخافوش، من بعد درت واحد الماسك لشعري ودرت واحد الماسك لوجهي، تهليت في راسي تهليت في راسي داك لافاتيك وداك التخربيق راكم عارفين. المهم اتنوا مني الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون ديال المكياج نهار عيد الحب. المهم انا تعطلت، انا عارف راسي تعطلت بزاف بزاف. المهم الصراحه كنت مسجله فيديو ديال من الصباح حتى الليل وكيفاش جوز عيد الحب وداكشي، مع الاسف انني دابا تعطلت كنت عيانه شويه، بنتي كانت هي مريضه انا كنت مريضه، فدونك يعني ما كملتش لكم، ما بغيتش ندير فيديو طويل حيت لحقاش تعطلت عليه باش نحطو وجاو عندي شي ضياف، دونك ما وصلش عندي الوقت كامل باش نحطو داكشي.
او ميم طون كانت بنتي مقبصه رجلها، كانت مشيت نجري انا وياها غير كنضحكوا كنلعبوا، صدقات مفدوعه من رجلها، ماشي مفدوعه يعني، جاتها واحد بحال الشوك في رجلها يعني كبير شويه، دونك قبصوا لي رجلها لمده 10 ايام. صراحه معاناه معاناه شويه راكم عارفين، وكنت خايفه انها غادي تمشي للمغرب، كنت خايفه انها يخليوا ليها القبص لمده طويله وتمشي به للمغرب. مي الحمد لله ما مشاش، حيدوه لها من بعد 10 ايام ما لقاو عندها حتى شي حاجه، الحمد لله الحمد لله. واش غنقول لكم، صافي هنايا ماما وجدنا التلفازه، وجدنا مو التلفازه زوينه زوينه دابا تشوفوها معايا. هنايا نتويد داكشي كامل، المهم الاغلبيه غتشوفوا اننا كنهضروا بزاف يعني مضاربين على لو موان دو شوز، وقف عليا ديري هادي ديري هادي ديري هادي، راكم عارفين دونك يعني سي نورمال. و المهم غنحاول نتقاسم معكم اي حاجه. المهم دازت انا واحد المريضه شويه خفيفه، المهم واحد الكنجوغ بعدا انا يا صوتي ماشي 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 ملي ماشي ليا كيسحب ليا، داتني هاد كورونا هادي الله يحفظ. من الحمد لله داز كلشي بخير، حتى الاطباء كنقولوا بعدا مرات الاطباء هنا في فرنسا مزيانين، ولكن لا بالعكس حتى هما كيقدروا يغلطوا. المهم انايا كيهر فيا بغا نضربو بيسي سمحوا ليا. كما قلت لكم ارجع الموضوع ديالي، انا الاطباء حتى هما يا هنايا بعد مرات يكونوا ماشي مزيانين، ماشي ديما فرنسا يعني الاطباء فيهم مزيانين وداكشي، لا بعد مرات كيكونوا ماشي مزيانين. دونك هنا انا شدتني في الاول فاش بداني ضربني البرد، في الاول حاجه فاش بداني هادشي بداتني بالقرجوطه، غير ضربتني غير القرجوطه ديالي بوحدها، مشيت عند الطبيب قلت ليه فوالا راه غير 3 ايام من بعد دارني حلاقه من القرجوطه داكشي، عطاني ندور لي بران، عطاني واحد الماء غنسي به فمي، قال لي صافي غادي يفوتك الحال. فاتني الحال يومين وعاود رجع ليا لا فيافغ وداكشي، عاود رجع ليا داكشي نفس الشيء، رجعت عاوتاني عيطنا للطبيبه باش بنتي تجي شدها نفس الشيء، عيطنا للطبيبه باش تعدنا للدار، عطاتني قالت لي حقه واقيلا من لي ستوما كيجيك لي زيغور، عطاتني عاوتاني الدواء ديال لي ستوما، حتى شي حاجه ما قدات ليا والو، لدرجه ان ما مشى ليا الصوت ديالي بالمره، ما بقيتش قادره نهضر ما حتى شي حاجه. عاود رجعت عند الطبيب عاد عطاني انتيبيوتيك انا وبنتي تم عاد من بعد سيمانه عاد ولينا مزيان وداكشي، عاد الحمد لله هنا فين صورت هذاك فاش وليت مزيان عاد صورت هاد لا فيديو هادي. دونك كنت غير كنصور بلا ما نهضر بلا حتى شي حاجه، حيت كان الصوت ديالي فريمون ضارني بزاف. فوالا هادشي علاش ما اختفيت هاد الايام، ومع بنتي نيت فاش كان داير هذاك القبصه رجلها وداكشي، يعني اغلبيه الاوقات خليتهم غير لبنتي كنت معاها، وهادي راكم عارفين سال السبيطار جا من السبيطار هادي يعني ما كنساليش. شوفوا معايا الشقوفه 10 دراهم 5 دراهم 180 ريال عندي شقوفه ديال المغرب، هادو موجدين باش نعطيهم بنتي غتمشي للمغرب قريب دي معاها باش ما ننساهم زعما، وحاطهم هنايا باش نديرهم شي بزيطه ما نعطيهم ليها. مهم حبوباتي ما بقاش جالسه عليكم بلا 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 بلا، المهم غادي ندير لكم شويه موسيقى ونخليكم مع لا فيديو كنتمنى يعجبكم، وخليكم حتى الاخر ان شاء الله، ممكن شي حويجه زوينين ان شاء الله يعجبوكم. جالس كيصيف فواحد الرجل تحت في هذا البلاكار هذا كيصيف فيها، بغى ينوض ويضرب ليه، ضربوا البلاكار، ضربات هذيك الرجل ضربات ولا لا تقبض لي هذا البلاصه هذي، وانا كيصا نضحك عليه يا ربي تقسمني بالضحك قسما بالله قسمني بالضحك. المهم داك النوع اللي كيبقى يعير كلي علاش باغي يضرب البلاكار علاش ضربوه ما عرفت شنو، عرفتي قتلني بالضحك والله. المهم نوض نكمل عليا هادشي بزربه قبل ما يجيو الناس، وقاسم قال لي نمشي نحس لي شعرو.
كتشوفوا معايا البنات، البلاصه ماشي كنقيها ديما، مره في شهرين ومره في 3 شهور عاد كنقيها. هنا التلفازه جات صافي وصلات على سلامتها. فوالا البنات التلفازه هي وصلات كيف ما كتشوفوا معايا، زويونه غزيوله، شوف اش كتحرك. المهم ها انتما الغلط ديالها تقريبا هو هذا كيف ما كتشوفوا. هنا هذا الديزاين هذا هو اللي عجبني انا بزاف. المهم هكا كيف ما كتشوفوا سامسونج، مكتبه هنا صغيره شفتوها مكتبه شنه كبيره. المهم هاد العباديه اللي زوبنا فيها انا ما اختلطتش معاه الصراحه، ما كنتش معاه مشيت راه بوحدو شراه من لافناك. كان داير واحد البرومو كانت بشي 2 مليون وشي حاجه، خداها بمليون و 160 وقيله و 1600 اورو ياك سي 1600 ولا سيتي 2000 سيتي ان بروموسيون 1600. كانت بجوج المليون وخداك لقداها ب 1600 اورو يعني مليون و 120 فوالا. كولاد باش خداها سي كوا كولاد سي ماركي كولاد كولاد انتما كولاد مكتوبه بالمقلوب. المهم هي هادي شوف كيفاش دايره، المهم زوينه غزاله و اون ميم طون دايره واحد البرومو كما كتشوفوا الصوره كيفاش دايره. واقيلا كتبان لي انا ملي كنصور كتبان لي صغيره راه كبيره، راك شفتوها تشده من البلاكار حتى البلاكار شفتوا. دايرين واحد البرومو الا بغيتي ديروها اون كري، بغيتي تشريوها بالكريدي كتشريوها كتخلصوا 160 اورو الشهر، يعني هذيك 1600 درهم الشهر كتخلصوها وكتاخذوها كريدي 10 شهور، يعني كتجيكم 1600 درهم الشهر يعني رخيصه على 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 سميتو راجلي كيوريكم التليكوموند على تخلصوها كاش. شوفوا التليكوموند ديالها زوينه حتى هي. المهم كتبدل شي حاجه في الدار كتجيك شي حاجه مبدله عندك اصلا وعاد اللي كت شي حاجه فيف زعما في الدار. المهم الصوت ديالي انا صافي خرج عليا اليوم. بون هادي اللي بغيت نتقاسم معكم شي حاجه بسيطه بحال هكايا تاخذوا فكره، وبالنسبه اللي بغى يبدل شي حاجه في دارو علاش لا. المهم هي هادي فوالا دابا غنمشي. ومن بعد مني ساليت الشقه ديالي، المهم حاولت انني ندير بزاف د الحوايج. المهم صبحت عندي كوزينه نقيه حيت جمعتها في الليل. هنا غندير واحد الماسك لوجهي نتهلا في راسي واحد شويه هاد الايام اللي سمعتاني شويه براسي مزيان. هنا غندير واحد المعلقه ديال البودره ديال الروز، وغندير واحد المعلقه ديال الحليب كامل الدسم، انا عندي الحليب بيو، وغندير معلقه ديال العسل. المهم غنخلطهم مزيان وغنديرهم لوجهي، وغندير واحد الماسك حتى هو لشعري. المهم جوبونس با انني تقاسمته معاكم. ومن بعد غادي نمشي ندوش، وعاد ديك الساعه عرض عليا راجلي قال لي راه نمشيو نتغداو انا وياك برا، قلت لي مرحبا. هي اللي ما تعاودش ما كان فيا بصراحه ما كان فيا ما طيب ما كان فيا ما حتى شي حاجه. هنا عندي العسل الحر ديال المغرب، كنوريكم انني ندرز مع غير العسل الحر غير العسل ديال فرنسا، ما بغيتش ناخذ من العسل ديال المغرب. حبوباتي كان هذا هو غدانا، المهم تغدينا، جات نهايه الفيديو هنايا. نقول لكم السلام عليكم، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وكومونتير، والى فيديو قادم ان شاء الله. نقول لكم باي باي عليكم، بيزو كبيره، سلامه.